المواكب، ومنها نطالع وزيرة التعليم العالي توجه باستئناف الدراسة عن بعد بالجامعات. وجهت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار الزين صغيرون باستماح للجامعات الحكومية وغير الحكومية باستئناف الدراسة عن بعد أونلاين اعتبارا من يوم أمس، وذلك باستخدام الوسائل والوسائط الإلكترونية المتاحة بشرط عدم وجود الطلاب بالجامعات والكليات إلى حين إعلان بداية الدراسة بالقاعات بحضور الطلاب. أستاذ طاهر، هل تملك جامعاتنا إمكانيات لاستئناف الدراسة عن بعد؟ نعم، تملك مسألة الدراسة عن بعد بمنتهى السهولة. الآن نحن خلال الجائحة والإغلاق الكلي كلنا اشتركنا في مؤتمرات عبر تقنية زوم سكايبي، وكان في مشاركة كبيرة فيها، وكان في شغل وكان بيتم بها، فبالتالي الأمر ما معقد. التطبيقات الموجودة للتعليم عن بعد متاحة وسهلة زي تطبيق زوم اللي قلناه ده، لكن المسألة غير كده. المسألة أين الكهرباء التي كنت تتحدث عن البنية التحتية، لكن بجانب البنية التحتية التي كل الولايات تنتظم فيها يعني بأنها غير موجودة كالكهرباء أساسا، هناك طلاب يسكنون في مناطق بعيدة ونائية ولا وجود للبنية التحتية حتى للتواصل، حتى لمعرفة أن الجامعات فتحت بالبعد أونلاين. هم يأتوا من مسافات بعيدة للدراسة في الجامعات السودانية، كيف ستتعامل الجامعة معهم؟ الطالب السوداني على مر العصور مسألة الدراسة دي بيهتم بها. قبل ما تظهر وسائل التواصل الاجتماعي كان عبر الإذاعة السودانية المسموعة في كل بقاع السودان بيتم الإعلان، وكان الطلبة بيجوا بيتحركوا بيعملوا الحاجة. أنا ما شايف دي ممكن تكون فيها إشكالية. الطلب نفسهم مع التغيير الحاصل في 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 ثورة التغنية الحاصلة في العالم ده كله وانكسار الجدر بتاعت العزل بين الناس، بقينا غرفة واحدة، حاجز الحدود. نعم، فما في إشكالية أنا أفتكر في الحاجة دي من السهولة بما كان. نعم، هناك مسلمات كنا نسلم بها في التعامل بعد جائحة كورونا، تم بعد الإبعاد عن هذه المسلمات ويمكن العمل حتى من البيوتات، لكن خصوصا في السودان هناك بنية تحتية غير جيدة في مناطق كثيرة من السودان، لذلك كان السؤال. الدراسة بالجامعات توقفت لفترة طويلة جدا أستاذ طاهر، ومعظم الجامعات أضاعت عاما دراسيا كاملا، كيف ستتعامل الحكومة أو وزارة التربية والوزارة تحديدا مع هذه المشكلة؟ أنا بفتكر أنه الأساتذة بتاعين الجامعات عليهم الدور الأبرز في المسألة دي، هم خط الدفاع الأول في أنه يعملوا ريفريش، يعملوا إعادة تذكير للطلبة بالمناهج بتاعت العام الذي مضى في الإغلاق وغيره. الأساتذة السودانيين في الجامعات أثبتوا خلال الفترة حتى من ديسمبر خلال الثورة ما كان في إغلاق برضو للجامعات لفترة طويلة، اشتغلوا مع الطلبة عبر جروبات التواصل الاجتماعي في التذكير وغيره. والآن البنية بتاعت مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتضم عدد من الطلاب والطالبات مع أستاذهم بتاع المادة المحددة موجودة الآن في الواقع الاجتماعي. شايفين نحن أبنائنا وبناتنا عندهم جروبات بيخشوا مع أستاذهم بتاع المادة المحددة ويطلعوا يخشوا مع أستاذهم الثاني وقادرين. بفتكر أنه حنعول على أساتذة الجامعات الفصيل المتقدم في هذه المسألة إنه هم حيساعدوا طلابهم في إنه يلحقوا ما فاتوا ويعيدوا تذكيرهم.